يا مساء العزة والكرامة، مساء العزيمة والإرادة، مساء النصر على كل مشاهديني في كل مكان. تحياتي ليكم ولقاء متجدد وحلقة جديدة مميزة من برنامجكم طاقة أمل. بمناسبة الشهر الكريم، الشهر العظيم، شهر الانتصارات، بمناسبة عيد النصر، عيد الكرامة، عيد العزة، عيد رد الاعتبار، أحب أهني شعب مصر العظيم وجيشنا الأبي الذي لا يقهر، جيشنا الذي لا يخاف إلا الله. كل التحية والتقدير لأبطالنا الشهداء، ويا رب دايما ربنا يتقبلهم في رحمته، وكل النصر دايما لمصر، ودايما في تقدم وازدهار وأمن وأمان واستقرار. تحيا مصر، تحيا العروبة، ومن نصر النصر إن شاء الله. مساء الخير عليكي سماح، وأنا سعيدة النهاردة جدا إن أنا معاكي في هذا اليوم المميز، بمناسبة عيد من أعظم الأعياد اللي بتمر عليها مصر. أنا كمان سعيدة بوجودك معايا، ومساء النصر يا أمل، مساء النصر. ومساء النصر يا أعز مشاهدين علينا. أهلا بكم في كل مكان، وعيد ذكرى لتحرير سينا مجيد بإذن الله، ويا رب نكون دايما في نصر أكتوبر، نصر أكتوبر المجيد. أحب أهدي للشعب المصري كله العظيم كل عام وأنتم بخير، وكل عام وإحنا بنصر دايما، لأبيات شعر للشاعر فاروق جويدة: على كل أرض تركنا علامة، قلاعا من النور تحمي الكرامة، يد الله يا مصر ترعى سماكي، وفي ساحة الحق يعلو نداكي، ما دام الجيش يحمي حماكي ستمضي إلى النصر دوما خطاكي. وأهلا بيك يا فندم، ونورت الاستوديو. أهلا يا فندم، أهلا بحضرتك. يسعدني ويشرفني يكون ضيفي النهاردة في حلقة مميزة من برنامجكم طاقة أمل، بمناسبة هذا الـ الـ يعني الاحتفالية العظيمة لمصر. سيادة اللواء هو يعني تاج على رؤوسنا كلنا، وهو وأمثاله طبعا، لأنه كان من خاض حرب أكتوبر، وكمان مصاب في حرب أكتوبر. سيادة اللواء ناجي السباعي من سلاح المدرعات، أهلا يا فندم، شرفت بحضرتك ونورتنا وأسعدتنا. أهلا بحضرتك، اهلا وسهلا بحضرتك. في البدايه بس احب اتكلم، احنا مش هنقول حرب اكتوبر اللي هو كان، احنا بنقول 6 اكتوبر، ولكن انا اعتقد ان حرب اكتوبر ما كانش يوم 6 اكتوبر، حرب اكتوبر بدا من يوم 67، من هزيمه 67. اعتقد ان بدايه الحرب لما الجيش المصري والشعب المصري باكمله رفض الهزيمه، رفض الانكسار، رفض انه يعني ان يقال ان هو هزم. فاعتقد ان بدايه الحرب كانت من 68، وان في حرب خوضت احنا لازم يعني برضو نذكرها، لانها من اهم الحروب، وهي دي اعتقد هي بدايه النصر، حرب الاستنزاف، والبطولات اللي حصلت فيها لازم برضو نذكرها، لان وفيها طبعا شهداء ارتقوا لله سبحانه وتعالى. فعايزين حضرتك تدينا نبذه عن حرب الاستنزاف والبطولات اللي حصلت فيها، وطبعا الحاجات الجميله اللي حصلت في حرب الاستنزاف. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ ذي بدء، انا بشكر حضراتكم لهذا استدعاء لهذا البرنامج، لان من المفروض ان الاجيال اللي موجوده حاليا، يعني هل تتخيل حضرتك الناس اللي طلعت على المعاش وعندها 60 سنه، ايام الحرب كان عندها 13 سنه، ما تعرفش حاجه. صحيح. فلازم الناس اللي زي حضراتكم والبرامج كلها توجه الناس للجيل اللي طالع، عشان يعرف قيمه جيشه وقيمه قوات المسلحه، والخير اللي في البلد دلوقتي هو خير الناس اللي استشهدت وحاربت واصيبت في الحرب. اكيد عشان احنا نوصل للمرحله اللي احنا فيها من الاستقرار والامن والامان. بالظبط يا فندم. في تضحيات كتيره حصلت، وفي شهداء كتير راحوا، وفي يعني معارك ومعاناه كبيره جدا كانت من الشعب كله حضرتك، مش من الجيش بس، عشان برضو نبقى يعني نقول اللي ده الشعب اكتر من الجيش. فعلا انا اعتقد الشعب هذا اكتر يعني من الجيش. صحيح صحيح. فتفضل حضرتك نسمع من حضرتك يعني الامجاد اللي حصلت في حرب الاستنزاف اولا. والله بالنسبه لحرب الاستنزاف، زي الكل ما هو عارف ان بانتهاء حرب 67 بدات قواتنا المسلحه تستعيد قواتها مره تانية، وعلشان ما يحسوش بالفتره ان احنا هزمنا، بدانا نعبر القناه بمجموعات صغيره، وبدانا نعمل قلق العدو بالمدفعيات، وبدانا يوميا ندخل في معارك،
وكان استشهاد لرجالتنا وإصابات لرجالتنا، كل ده كان بغرض ان احنا ما نسببش راحة تامة للعدو، ونشيل فكرة الانهزامية، وان احنا لسه موجودين ولسه موجودين على الساحة ومستعدين لجولة قادمة. اعتقد ان في كمان عمليات كانت ناجحه جدا جدا في هذه الحرب، يعني اعتقد ايلات كانت في حرب الاسلام، في عمليات والحفار، الحاجات دي احنا طبعا دي بطولات عظيمه جدا جدا خوضت في هذه الفتره، فلازم برضو نلقي الضوء عليها. وهي في عمليات غير مذكوره زي العمليات الكبيره ايلات وموضوع الحفار. أكيد. لا ده في عمليات كان رجال الصاقه ورجال الاستطلاع بيقوموا بيها على اعماق 10 و20 و50 كيلو داخل سيناء. أكيد. من عمل كمائن للعدو، من معلومات عن العدو. احنا كنا عايشين هنا في مصر كأننا عايشين جوه سيناء، عارفين تحركات العدو من اخر يوم في 67 لغاية ما دخلنا 73، جميع تحركات العدو في سيناء كانت بتجيلنا اول باول. الاول يا فندم نحب نتعرف على حضرتك، في 73 كانت رتبة حضرتك ايه، والروح المعنوية للجندي المصري كانت عاملة ازاي؟ حضرتك في 73 انا كنت برتبه ملازم اول، تخرجنا سنه 71 وحرب كانت 73. عشان ادي حضرتك نبذه عن روح الجندي، احنا شعب فرعون وشعب صعايده اغلبه فلاحين، وعندنا حته الطار دي مترسخه في وجداننا. من 67 لغايه ما قامت الحرب في 73 كان كل هم جندي وصف وظابط وقائد هو الاخذ بالصقر اللي ما تم. ما كانش حد لا بيفكر لا في بيته ولا في ولاده ولا في اي شيء ولا في اهله، كل فكرنا ان احنا نستعيد الامجاد والكرامه لمصر. تمام. لدرجه كل عارف كان جنود مفروض تخرج قعدت سبع سنين عايشه في الجبل منتظره اللحظه، وكان اللحظه دي بعد سبع سنين تدريب كانوا مشتاقين للتوقيت ان هم يدخلوا يحاربوا ويردوا كرامتهم مره تانية. تمام. وده اللي حصل بالفعل. تمام. كنت يعني كان حضرتك ايام في ال 73 لما كنت بتشوف مصابين قدامك كنت عامل ازاي؟ بمنتهى الامانه والصراحه، كل ما كان الواحد بيشوف مصاب او مستشهد كان سبحانه وتعالى بيزيده ايمانا وبيزيده قوه إصرار. وبيزيده جراه. والمصاب كنتوا بتعملوا معاه ايه؟ يعني تتصرفوا ازاي معاه؟ ولا هو المصابين كانوا بيخلوا في اكبر نقطه واحنا بنكمل المعركه، وبيجي المجموعات الخلفيه بتاخد المصابين وللعلاج. تمام. حضرتك قلت يا فندم ان الجيل الحديث الحالي ما عندوش اي فكره او ما خدش ما حسش بالمعاناه اللي عاناها الشعب الفتره اللي كان فيها الحرب، فاحنا عايزين نعرف الجيل ده عشان نحسسه قد ايه اللي انت فيه دلوقتي كان يعني كان من اثار معاناه كبيره جدا جدا. ابهاته اللي عملوا اللي هو فيه دلوقتي، ابهاتهم اللي عملوه. فعايزين حضرتك يعني بعض المواقف والحاجات اللي في الفتره دي اللي هي الفتره بتاعت الانكسار دي، عايزين برضو حضرتك اكيد انت يعني عاصرتها وكان فيها بعض الحاجات المؤلمه والحاجات اللي توجع قوي، فحضرتك ادينا نفس. بص حضرتك انا هندي شويه امثله بسيطه عشان كلامنا يقدر يوصل طبعاً للشباب طبعاً. ونبعد عن اللغه العربيه هنتكلم يعني بالعربيه. انا يهمني الجيل اللي موجود. اكيد طبعا في الحرب العالميه الثانيه اتعمل خط دفاعي كان اسمه خط ماجينو. خط ماجينو دون كان في فرنسا، وكل الخبراء العسكريين قالوا هذا الخط اعظم خط دفاعي وما فيش خط هيتعمل زيه خالص، لا يقارن ولا يقاوم ولا يقارن. لما جه حجيم بارليف احد القاده الاسرائيليين وبعد هزيمه 67 عمل خط بارليف. عشان اوضح الصوره للناس لمدى المعاناه في خط بارليف، كان من نواتج حفر القناه وتطهير القناة من الرمال، فكان بيبقى فيه ساتر ترابي على ضفتي القناة، وهذا الساتر الترابي كان لا يزيد ارتفاعه 3-4 متر. جاء القوات الإسرائيلية عملوا حفر وجابوا رمل من سينا جوه وعملوا ارتفاع هذا الساتر 21 متر، يعني 7 أدوار. تخيلي حضرتك. ده خط بارليف ده لسه قبل ما يتعمل. لا ده انا لسه ده البدايه. وكان بدرجه ميل 45 درجه. كانوا يخدوكوا يعني بال علشان ما لو فكرنا ان احنا نروح سينا ازاي، مجرد بس ارهاب يعني. وكان بعرض من فوق 4 متر، وهذا العرض كان له مطالع من ناحيتهم من ناحيه شرق علشان الدبابات تطلع فيها لو حصل عبور يضربوا ويرجعوا ينزلوا تاني ما هماش باينين. علاوه على كده كان في
نقط قوية، كل نقطة كانت حوالي من 3 لـ4 كيلو، لأن من عقيدة الجيش الإسرائيلي إن ما بيحاربش فيس تو فيس. فكانوا بيستخبوا داخل الدشم دي وفيها الأسلحة وفيها العتاد، بحيث أي حد بيفكر يعدي القناة كان قبل في التفكير من هو لسه نازم على الضفة الثانية. علاوة على ذلك ملوا القناة كله بخطوط أنابيب النبالم، لو نجحت قواتنا ونزلت القوارب جوه فكانوا هيولعوا كل القناة دي. معلش يعني خط براليف كان من تحت أنابيب برلا؟ كان من تحت أنابيب نبالم على المية، على مية القناة. فكان في لحظة إن هم هيحسوا إن إحنا هنعبر كانوا هيشغلوا النار دي، كان كل قناة السويس من شمالا بورسعيد لغاية جنوب السويس كانت هتولع. فكان التخطيط للانتصار والتخطيط لاجتياز هذه العقبة أخذ تدريب فعلا 6 سنوات. لدرجة كانوا هناك مناطق بنرسم فيها القناة وبنرسم فيها كل حاجة زي الماكتات وبنقعد نتدرب عليها. حصل مواقف كتير قوي يا فندم أكيد في حرب 73، وخطط أكيد كتير، في خطط نجحت وخطط ممكن تكون ما نجحتش. كنا عايزين نعرف من حضرتك ايه الخطط دي، يعني لو طبعا احنا مش هنقدر نتكلم يعني كخطط عسكريه اكيد طبعا، ولكن اللي هقدر اقول لحضرتك كلام عام. اتفضل. لا بس انا عايزه يعني ممكن نقول السؤال بطريقه اخرى. اتفضل. نقول اغرب المواقف اللي مرت في هذه الفتره او علشان تتخطوا هذا الحاجز العظيم، فأغرب المواقف حضرتك شفتها وعصرتها. أقول لحضرتك هي أغرب المواقف لما الناس فكرت إزاي هنعبر، لأن كان السمك، أنا حضرتك قلت حضرتك من فوق كان 4 متر، إنما سمك الساتر الترابي كان 11 متر. فإزاي إحنا هنخترقوا؟ جاء أحد المهندسين الصغيرين، كان له رتبة ملازم أول وكان ضابط احتياط ما شاء الله، كان بيتفرج على موضوع انشاء السد العالي وشاف ان احنا بنكسر الصخر بخراطيم الميه. فعملوا تجربه بخراطيم الميه ان هم يضربوها في هذا الساتر هل هتشق ولا لا، ونجحت نسبيا لان الترمبات اللي جابوها ما كانتش قوية بهذه الكفاءه. فاتعاقدنا مع اليابان على ترمبات قويه جدا كانت بتطلع 50 متر مكعب ميه في الساعه الواحده. طبعا التعاقد ده كان سري بالمره، هم كانوا بيستغربوا انتوا عاوزينها ليه، ما كانش حد فاهم انتوا يعني ده مثلا هم مش عارفين الترمبات دي عاوزينها ليه. تمام. وفعلا كانت الترمبات دي لما اشتغلت في 73 هي اللي عملت ثغرات واخترقت وخلت القوات بتاعتنا تقدر تعدي. طبعا بعد ما قوات الضفادع البشريه قبل الحرب او قبل بدايه المعركه الساعه 2 بحوالي ساعتين نزلت الضفادع البشريه وسدت الانابيب دي كلها، فلما جم يفتحوا النبالم ما طلعش. لا معلش ده مشتعل، النبالم ده اكيد مشتعل. لا ما هو هم يعني ليه محبس عشان النبالم يروح منه. أيوة فهم أيوة. سدوا المخرج اللي على الميه، الضفادع البشريه. الوضع الضفادع البشريه كل واحد ليه دور، كل كان واحد ليه دور ما شاء الله. وبعدين اكيد خطه المفاجاه فرقت كتير. بالظبط. انا هقول لحضرتك في حته خطه المفاجاه دي، الجيوش كمان عموما يعني في اغلب الدول يا اما بتحارب الصبح بدري في اول ضوء يا اما بتحارب في اخر ضوء. فكان اختيار التوقيت الساعه 2 في عز في حد ذاته هذا التوقيت ده هي دي كانت المفاجاه، كانش حد يتخيل خالص. زائد المفاجاه في اليوم اللي هو يوم الغفران بتاعهم ده بيبقى عندهم سكون كامل، زائد في الشهر والتوقيت، لان القناه السويس هناك تيارات وسرعه تيارات وسرعه هوائيه عشان المراكب اللي كان الجنود هيبقوا فيها ما ينزلش يروح نقطه تانية ما يكونش التيار بتاع المايه عالي. فاتحسبت كل الكلام دول علشان لما ينزل القارب يقدر يامنه ويقدر يوصل للناحيه التانية. اكيد يا فندم. واعتقد يا سماح برضو اكيد اعتقد كمان في رمضان احنا كنا في رمضان صايمين. كنا في رمضان. اعتقد ده كان ليه برضو اثر كبير جدا. سبحان الله يعني. في رمضان. فطبعا ما حدش يتوقع ابدا ان يموت صايمين هيبقوا صايمين ويطلعوا. انا عن نفسي انا كنت صايم ساعه الحرب. كل اعتقد ما افطرتش غير ثاني يوم. متهيألي يا فندم الغطاء الجوي فرق معاكوا كتير. الغطاء الطيران الجوي فرق معاكوا كتير صح؟ الحقيقه القوات الجويه عملت اعمال مجيده غير متوقعه، وهي اللي حمت القوات لغايه 15 كيلو جوه سيناء. ما كانش يستطيع اي طيار اسرائيلي على بعد 15 كيلو شرق القناه يقترب. كانت الصواريخ
سام 2 وسام 3 وسام 6 وسام 7. هذه الصواريخ كانت منع اي طياره تقترب من قواتنا على مسافه 15 كيلو شرق القناه، وده اللي ساعد القوات الارضيه انها تحقق انتصارات لم يسبق لها مثيل. حضرتك قبل الهوا كنت بتقول لي انا حاسس ان في ملائكه بتحارب معانا، يعني حاسه ان في قوه جبارة، حاجة كده اختراق يعني. أنا هقول لحضرتك مثال بسيط جدا يمكن نوهت بيه قبل الهوا. اتفضل. العساكر والجنود اللي كانوا موجودين بعده 5 سنين وست سنين وسبع سنين، فاحنا كل يوم في تدريب، احنا قبل الحرب أنا قعدت سنتين ما كنتش بروح البيت، قاعدين في الجبل نتدرب فقط لا غير. كان العسكري رامي الدبابة نجيب له حتة خشب عشان يضرب عليها ونعلمه النشان ونعلمه الضرب ونعلمه التوجيه، يقعد يضرب مرة واثنين وثلاثة واربعة، دي الطلقة تيجي طويلة دي تيجي قصيرة، دي كان ممكن بعد سبع ثمان طلقة لما يصيب الهدف. سبحان الله سبحان الله، أقسم بالله إرادة الله يا فندم، كانت طلقة بتطلع من العسكري زي ما يكون عارفة مكانها حد بياخدها على دباب. أنا ما بقولش أكبر الكلام ده عشان أنا في استوديو، أنا أقسم بالله العظيم قصاد عناية ما في طلقة خيبت. الله أكبر. وكان مع ان الدبابات اللي كنا بنستخدمها كانت دبابات قديمه، دبابات حاجه اسمها 34 بسيطة يا فندم، دي كانت موجوده من الحرب العالميه الثانيه وكان معاهم احدث دبابات. فكان سبحان الله ما كناش متخيلين ان الدبابات القديمه دي هتقدر توقف تقدم العدو بالدبابات الحديثه. شجاعه جنودنا يا امل صحيح هي اللي عملت ده، وايمانهم لا وإيمانهم قبل الشجاعه طبعا. الايمان والبساله الايمان القوي الايمان ان هم كانوا مؤمنين بالفكرة. كل الحاجات دي بتهيئ ان هم يقدروا يعملوا كده، يغلبوا الجيش اللي بيسمي نفسه ان هو لا يقهر. صحيح الحمد لله. وقصدنا لهم هم كانوا عندهم عقيده ما تسمى الحدود الامنه، دي كانت عقيدتهم ان لازم يبعد عن البلد بتاعته بمسافات عشان يبقى حدود امنه ما حدش يقدر يوصل له. الحدود الامنه دي كان بتتمثل في الجبهه بتاعتنا في حاجتين، مانع طبيعي قناه السويس ومانع صناعي اللي هو خط بارليف. وما ادراك ما خلف المانع الصناعي من دبابات على مسافه 2 3 كيلو وبعديها دبابات عند الممرات ممر متلو. فان احنا نتغلب على هذا قسمنا لهم حته الـ 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 الحدود الامنه. الحاجة الثانية كان من الصعب ان العرب يتفقوا، وهم ما حطوا في دماغهم ان ثلاث دول هيشتركوا مع بعض، مصر وسوريا والاردن. فده عمل لهم تشتيت لقواتهم، لان التعبئة هم ما عندهمش جيش، هم عندهم 90% من جيشهم تعبئة بيجيب المدني يدخله، فكانوا محتارين يجيبوا في الجبهة المصرية، يجيبوا في الجبهة الأردنية، يجيبوا في الجبهة السورية، لان ما كانش عندهم القوات اللي تقدر تحمي الثلاث جبهات في وقت واحد. فدي برضو من الحاجات مهم اللي احنا قصرنا العقيده الاسرائيليه فيها. عنصر مهم. انا بس عايزه اتفضلي حضرتك. ربنا يعزك. كان بس يهمني جدا اعرف حضرتك من مصابين الحرب. ايوه. فطبعا ده شرف وعزه وتاج حروسنا جميعا كلنا ده وسام على صدرنا. الحمد لله. اكيد طبعا. افتكر بس ارجع بحضرتك بالذاكره كده نفتكر مع بعض تاريخ الاصابه جت ازاي او حصلت ازاي؟ باختصار شديد جدا جدا عشان هناك اقوال تقال واقوال لا تقال. لما حصلت الثغره. تمام. فإحدى التشكيلات المدرعة اللي أنا كنت فيها تقدمت علشان تقضي على مجموعة الدبابات اللي استطاعت إنها تتسلل جنوب البحيرات وتدخل في منطقة سرابيوم وأبو سلطان. واشتبكنا معاهم يوم 16 و17 و18 والحمد لله استطعنا إيقافهم، بس هم ما كانوش سبع دبابات، ده كانوا أكتر من 200 دبابة. وانا كتب عليا في كتاب الحرب الايام السته، كنت احد الضباط كاتبين احد ضباط الاصاغر، رحت اخذت تقرير القتال اللي تم دون وسلمته لقائد الجيش الثاني، ما كانوش حتى هذه اللحظه مصدقين ان في دبابات بهذا المنظر. وانا يعني بحمد الله ان انا كنت احد الاسباب ان اعرف القياده بتاعتنا ان احنا سياده اللواء أموري. اسمح لي ايه الكلمه اللي توجهها للشباب ان هم يلتفوا حول قيادتهم السياسية الوطنية الأصيلة، يعني تديهم رسالة بإيه؟ بص حضرتك، الشباب اللي من دول لابد ان يعرفوا ان الجيش هو اخويا. اكيد طبعا. واخوه طبعا. وابني. مفيش حاجة اسمها الجيش والشعب، الجيش والشعب دي ملحمة واحدة. الشباب لابد ان هم يعرفوا ان لا شيء اسمه المستحيل ولا شيء اسمه الفشل، هناك شيء اسمه تجربة لم تنجح،
ولكن المستحيل والفشل لم يوجد في قاموس رجالة القوات المسلحة أيام الحرب، والمبدأ ده هو اللي خلى قواتنا تتغلب على جميع الصعاب. أنا بنصح الشباب اليومين دول يقروا تاريخ أبهاتهم ويقروا ماذا فعلت القوات المسلحة عشان تعيشهم في الوقت اللي هم فيه والرفاهية اللي هم فيها ده دلوقتي، ويحذو حذوهم من الإصرار والعزيمة والقوة. ده اللي بتمناه من شباب اليومين دول. في النهاية نختم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتخذوا من جند مصر اتخذوا منها جند كثيفا فذلك الجند خير أجناد الأرض. فأعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لما يوجه رسالة للصحابة بهذا، يعني لشعب مصر تحديدا: استوصوا بأهل مصر خيرا، وجند مصر تحديدا، فأكيد يعني جند مصر ليه صفات خاصة مش موجودة في جنود العالم. إذا سمحت لي حضرتك تعليقا على الآية الكريمة دي عشان تعرفي مدى جند مصر لما ذكر في القرآن، اللي معروف في العالم إن الدبابة اللي بيدمرها دبابة. غيرنا هذه التكتيكات عن مفهوم جميع الخبراء العسكريين، وعملنا حاجة ما يسمى من مجموعة قنص الدبابات. بقى الجند المصري بطوله يمشي ويزحف في قلب الصحر لغايه ما قرب الدبابه ويدمرها، وده كان تكتيك جديد خالص خالص خالص، وده اللي فاجئنا بيه العدو. كميه كبيره من الدبابات اللي كانت هتشترك في الهجمات المضاده للقوات اللي ده كان قاعدين لهم عساكر في كماين وظباط، اي دبابه تقرب كانوا بيضربوها بالسلاح اليدوي وليس بالدبابات زيهم. في النهايه طبعا بنشكر حضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب، ويا رب دايما في تقدم وانتصارات وعزه وكرامه، ودايما مصر يا رب في رياده وامن وامان واستقرار يا رب. اشكرك يا فندم جدا جدا، كل سنه وحضرتك طيب، وحضرتك يعني من الرموز العظيمه اللي نحتذي بيها والشباب لازم يحتذوا بيها. شرفتنا يا فندم جدا، ويا رب دايما رايتنا مرفوعه في اراضينا على طول، ويا رب دايما في انتصارات، والى اللقاء في حلقه قادمه من طاقه امل. أعزائي المشاهدين، خلصت حلقتنا النهاردة المميزة، سعدت بيكم، ونرجو إن شاء الله نكون استفدتم واستعدتم معانا. تحياتي ليكم ولقاء متجدد، دمتم في أمان الله وأمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيا مصر يا أمل. تحيا مصر.